بالمناسبة هيكون إن شاء الله موجود بكرة في مؤتمر صحفي المدير الفني السويسري رينيه فايلر، اللي هيكون موجود إن شاء الله وهيقدمه النادي الأهلي بكرة لجماهير النادي الأهلي، اللي نتمنى له إن شاء الله كل التوفيق مع النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية. هنروح دلوقتي لأول فقرات برنامج الناشئين، وهنبتديها مع أخبار الناشئين في الصحف والمواقع. هنبتديها مع الموقع الرسمي للنادي الأهلي، وبحيي طبعا من هنا كل المواقع، موقع النادي الأهلي، موقع فيتو، أيضا موقع اليوم السابع، موقع الأهرام، وكل المواقع اللي دايما بتهتم بأخبار الناشئين. شيء مهم جدا إن ما يبقاش الضوء كله على الفريق الأول في الدوري الممتاز، لكن تحية لكل المواقع. هنشوف دلوقتي، هنبتديها مع حضراتكم بأول خبر موجود عندنا من الموقع الرسمي للنادي الأهلي. شباب الأهلي يفوز على الإنتاج الحربي بثلاثية ودية. كان الجهاز الفني بقيادة الكابتن عمرو أنور كان عمل مباراة ودية مع الإنتاج الحربي، فاز فيها 3-0. أحرز الأهداف فهد جمعة، وليد مصطفى، ومصطفى فوزي. إن شاء الله بطولة 99 الشباب هتنطلق يوم 15 سبتمبر، وهيلعبوا السنة دي بطولة جمهورية زي الدوري الممتاز. هيبتديها النادي الأهلي بمواجهة أمام سموحة في بداية الدوري، والمباراة الثانية هتكون مع نادي الزمالك. الجهاز الفني لفريق الشباب، الكابتن عمرو أنور مدير فني اللي كان بيتولى أيضا القيادة الفنية لفريق الشباب 97 النادي الأهلي العام السابق، معاه مساعد الكابتن ياسر رجب مدرب عام، كابتن أحمد عيد مدير إداري، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، محمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل والقياسات. هنروح لتاني أخبارنا. الأهلي 2005 يواجه طلخة وديا الخميس. آخر استعدادات الأهلي 2005 بقيادة الكابتن أحمد سمير المدير الفني للفريق 2005 بيواجه فريق طلخة مواليد 2004، هيبقى أكبر منهم سنة، وكان برضو أيضا فاز على أحد أندية الإمارات النادي الأهلي بنتيجة سباعية خلال الأسبوع اللي فات. الخبر اللي بعد كده من فيتو، 13 سبتمبر تصفيات منطقة الجيزة للناشئين المؤهلة للقطاعات. كانت منطقة الجيزة حددت يوم 13 سبتمبر المقبل موعد لتصفيات المؤهلة لدوري القطاعات مواليد 99 و2001 و2002 و2003 و2004. هنروح للخبر اللي بعد كده، ومنتخبنا الأولمبي بنتمنى له إن شاء الله التوفيق بقيادة الكابتن شوقي غريب، كابتن معتمد جمال، وكابتن وائل رياض، وكابتن محمد شوقي، وكل الجهاز الفني المعاون. مجلس الجبلايه يطمئن على المنتخب الاولمبي. كان ان شاء الله المنتخب الاولمبي عنده ماتشين مهمين مع منتخب السعوديه يوم 7/9 في السويس، ويوم 10/9 المباراه الثانيه في استاد السلام. منتخب مصر الاولمبي بيعمل ماتشين مع السعوديه علشان يدي أكبر مساحة لكل اللعيبة الموجودة تستفيد من الماتشين، يحصل عملية التجانس والترابط ما بين اللاعبين. أتمنى إن شاء الله للكابتن شوقي المهمة بعد خروج منتخب مصر الأول من كأس الأمم هنا اللي كانت في مصر والظهور بشكل غير لائق، المهمة هتكون صعبة وكبيرة جدا على منتخب مصر الأولمبي. إن شاء الله يحقق الفوز ويتأهل لأولمبياد طوكيو 2020. هروح لخبر من المقاولين العرب، وايضا مستمرين مع المنتخب الاولمبي. مهاجم المقاولين طاهر محمد طاهر يغادر معسكر فريقه للانضمام الى معسكر المنتخب الاولمبي. كان فريق المقاولين عامل معسكر في كرواتيا، وكان طاهر محمد طاهر هو يعني احد اللاعبين المميزين المكسب في المنتخب الاولمبي وفي فريق المقاولين العرب، كان غادر معسكر فريقه اللي في كرواتيا علشان ينضم الى معسكر المنتخب الاولمبي اللي هيلعب ماتشين امام منتخب السعوديه. كابتن شوقي غريب كان اعلن الاسماء او اعلن قائمه المنتخب الاولمبي، وحابب اقول لحضراتكم الاسماء اللي تضم 28 لاعب. 28 لاعب دي القائمه اللي ضمها كابتن شوقي غريب والجهاز الفني المعاون ليه اللي هيخوضوا ماتشين السعوديه. القائمه مكونه في حراسه المرمى عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، ومصطفى شوبير. في الدفاع اسامه جلال، محمود مرعي، محمد عبد السلام، محمود صابر الجزار، احمد رمضان، بيكام وكريم العراقي. في الوسط محمد صادق، احمد ابو الفتوح، احمد ايمن، احمد سعيد، اكرم توفيق، وابراهيم عبد القوي، ومحمد غنام. تحت المهاجم امام عاشور، ناصر ماهر، عمار حمدي، طاهر محمد طاهر،
احمد حمدي، رمضان صبحي، وفي الهجوم صلاح محسن ومصطفى محمد، احمد ياسر ريان، ناصر منسي، عمر مرموش. دي كانت قائمه اللي ضمها الكابتن